اضغط اضغط يا ابني اضغط. هل عليه حلق يا اسطوره. معلش معلش يا رجاله معلش معلش تعوض الماتش الجاي احنا احسن احنا احسن. معلش شايل خمسه بقول احنا احسن. انت ليه يا كابتن ما نزلتش مصطفى؟ اظن انا المدرب ونحقق اقول مين اللي ينزل ومين اللي ما ينزلش. يا اما تيجي تدرب انت احسن. انت مالك عايش كده زور حسن شحاته؟ ما كنت نزلته وجربته. إيه ابنك لسه ما جهزش. إيه قدامه وقت. قدامه وقت على الدكه يعني؟ ما تدخلش في صلاحياتي. صلاحياتي يا عم جوزيه؟ الواد دايما يقول انك مضطهد وانا ما كنتش مصدقه. إيه الماتش مش ماتش. إيه الماتش مش ماتش. بتتكلم كانك مدرب بجد يعني. احترم نفسك. انا عارفك بتقول الكلام ده عشان عمك. قول كده بقى. على الاقل عمي لما كان بيدربك كان بينزلك تلعب وانت مالكش فيها. وانت ابنك اصلا اللي مالوش فيها. ده انت راجل قلبك اسود، عيب، ده انت قدوه. عمك برضه مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. له فيها. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. انا بقول لك له. 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 مالوش. له. ولا يهمك يا ديشه. احنا هنشوف اكاديميه احسن من دي. خلاص يا بابا الدوري ابتدى. حتى لو ابتدى، شوف لو حصل ايه. هلاقي لك اكاديميه وهتتعلم وهتتدرب وتلعب وتكسر. باشمهندس حسن. باشمهندس حسن. حضرتك لو لقيت اكاديميه تانية قول لنا. عايزه ابقى معاكم. نعم. قصدي يعني عبد الرحمن ومصطفى يكونوا مع بعض يعني. وبصراحه الاكاديميه هنا بقت وحشه قوي قوي. لا حاضر ان شاء الله نلاقي حاجه كويسه ان شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك بس علشان بس يعني نطمن يعني نبقى اكلمك كده واتابع معاك. اتفضل اتفضل. وانت مامتك فين؟ ليه ما بتجيش معاك؟ انا مامتي بتكون في الشغل وبعد الدور بتقعد مع اخواتي. وانت باباك فين؟ انا بابا مطلق ماما. هاتلك تتعود الماتش الجاي عادي بقى. انا بطلب حضرتك اهو. سجلها سجلها بقى. اوكي سجلها. هتصل بيك. ها لا 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 خالص. انا لما الاقي الاكاديميه ان شاء الله هكلم حضرتك، ما تتعبيش نفسك. حاضر. طب يعني هكلمك. يلا يا اولاد باي باي باي. هستنى تليفونك ان شاء الله. انا هعمل لك شويه سبانخ هينسوك اي حاجه. ربنا يخليك ليا يا بابا وتلاقي لي اكاديميه. يا عم هنلاقي. لاش بابا تعرف ان شيماء دي بتكراش عليا؟ مين شيماء؟ ويعني بتكراش؟ شيماء اخت عبد الرحمن كنا واقفين معاها. ده احنا هنشوف ايام زرقاء. ومامتها بتكراش عليك. انا قلت اقول لك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.